السلام عليكم ورحمة الله، أصدقائي صباح الخير، كل سنة وأنتم طيبين، رمضان كريم. النهاردة معانا رسمة إن شاء الله هنبدأ بيها. طبعا معانا الألوان، هنبدأ باللون لون السماء، معانا اللون الأزرق واللون الأحمر والأبيض، ونبدأ نشتغل بالألوان دي. طبعا الالوان اللي انا بشتغل بيها دي الوان بلاستيك اقتصاديه جدا غير مكلفه، لان طبعا انا جيت ادور على الالوان الزيتيه رويال بينت لقيتها مكلفه جدا وغاليه، فانا قلت افضل شيء ان احنا نبدا نرسم المنظر بتاعنا برضو كمان بالمواد البلاستيكيه، بس بشرط يكون اللون البلاستيك اللي معانا يكون نوع لامع او نص لامع مع الالوان المركزات اللي هي الاخضر والاحمر والازرق والالوان المركزه، وبنخلط الالوان ببعضها وبنبدا نشتغل. احنا طبعا عملنا السماء، السماء دلوقتي خلاص كل سنه طيبين، بدانا في فصل الصيف، السماء تكون ظاهره معانا بالشكل الصافي، مش عايزين نعمل تفاصيل كثيره، ونبدا نكمل في اللوحه ان شاء الله في الاجزاء المتبقيه. طبعا احنا معانا اللون الازرق والاحمر والابيض ده للسماء، ممكن نشيل البحر والبحيرات والاماكن المياه يعني، فهنبدا نعمل برضه جزء للمياه وبعدين نغير الالوان على اساس ان احنا نبدا في اللوحه من الالوان الاخرى يعني. دي جزء بحيره او بحر يعني. بنستغل اللون واحنا ايه؟ نستغل اللون الازرق على قبل ما نغير الالوان او نحطها في مكان تاني. فدي اللون بتاع البحر. تمام، يبدا الوان السماء داخله مع الميه. كمان ايه؟ تبع من السماء. كمان معانا اللون بقى الاخضر والاصفر والبني والاسمر علشان نكمل فيه اللوحه، وطبعا الاساسي الابيض لامع.
أصدقائي، أثناء ما كنت شغال حصل عطل، الستاند وقع والتليفون وقع مني، فإن شاء الله استنوني بكمل الرسمة إن شاء الله في فيديو تاني بإذن الله.